السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تحويل الصورة لفيديو أو البرومت لفيديو. ده موجود وده موجود، يعني ممكن أديله صورة ثابتة هو يبدأ يخلي فيها حركة، أو أديله تكست هو يبدأ يحول التكست ده لصورة متحركة. زي ما احنا شايفين مثلا هنا، تديله بس مجرد أي تكست أنت عايزه هو يبدأ يعمل لك الفيديو بتاعها بشكل قوي جدا. طيب خلينا نجرب. هو معتمد على الستيبل ديفيجن، الجزء الخاص بالفيديو، وده موجود بقاله فتره طويله بس بيتسطب على جهازك. دلوقتي اصبح موقع من غير تسطيب على الجهاز، انا مسطب عندي على عمومي. فشوف احنا محتاجين ايه. مثلا ستيبل من التكست او الايمج. ايمج هترفع له صوره، تكست هتدير تكست. تمام. طيب وهقول له ابدا اعمل لي الفيديو، فهو بيبدا يعمل صوره وبعد كده يبدا يخلي فيها حركه. اه عمل لنا الصور اهي بالشكل الجميل دوت. تمام. وتقدر بقى تشوف الكاميرا عايزها ازاي، الاوربت، البان، زي ما انت عايز. اختار بقى الصورة اللي انت عايزها. ممكن تخلي بقى فيها الكاميرا تقفلها او تخليها تتحرك او تخلي فيها زوم او تخلي فيها اوربت، وبعد كده تبدأ بقى ايه تعمل الفيديو بتاعك. فيبدأ يعمل لنا الصورة بالحركة دي، مش مجرد بس الزوم وخلاص، لأ بتلاقي الناس، في بعض الناس بيتحرك. ممكن تلاقي الحركة محتاجة تحسين لكن كبداية قوية جدا. تمام. تقدر تعمل فيديوهات كتيرة بالشكل الجميل دوت، كل ده مجاني وكل ده في ثواني وكل ده من غير ما تسطب أي برامج عندك على الجهاز. طيب تعالى بقى نشوف الفيديو دوت. واو، طبعا في اخطاء لا ننكر، لكن ان انت تقدر تعمل فيديو بالبساطه دي تحفه.